الرحمن الرحيم. النهاردة هنشرح ازاي نضرب مصفوفتين في بعض، خاصة ضرب مصفوفة 3 في 3 في مصفوفة 3 في 3 او في 3 في 1 للتأكيد على الناتج اللي احنا بنبقى مطلعينه في الورقة بتاعتنا. الشرح ده لتالتة ثانوي واولى ثانوي، ولكن في الترم الثاني نغير نظام الآلة الحاسبة هنا على كلمة ماتريكس اللي هي 6. هنا بيديلي 3 اختيارات او 3 مصفوفات ممكن نقدر نحطهم في الذاكرة بتاع الآلة الحاسبة بتاعتي، فانا هختار الاختيار 1 اللي هو ماتريكس A. بيديني مصفوفات من اول 1 في 1 لما ل 3 في 3. انا اختار مثلا الناس اللي بتحب 3 في 3 لانها بتبقى طويلة شوية. 1 يساوي، نختار أي عناصر. 8 يساوي 9 يساوي سالب 5 يساوي 3 يساوي 2 يساوي 8 يساوي سالب 2 يساوي. بعد كده بشيل المصفوفة دي خالص ونبتدي شيفت، وهلاقي كلمة ماتريكس، وبنختار ماتريكس بي. عشان تعمل ماتريكس بي لازم تختار الاختيار الاولاني اللي هو الدي اي ام ده. يقول لك طبعا ماتريكس احنا واخدينها، يبقى الاختيار الاولاني ده راح. ناخد ماتريكس تانية اللي هي ايه، بي، نضغط 2. هنلاقي الاختيار طبعا 3 في 3 ما ينفعش مثلا معاه الا 3 في 1 او 3 في 2، يبقى ناخد مثلا 3 اللي هو اختيار 3. طبعا نختار مثلا، بكتب ارقام خفيفة مثلا وبشيل الكلام ده. عشان نضربهم في بعض اعمل شيفت وماتريكس. عايز اضرب الـ A في الـ B، يبقى اختار ماتريكس A اللي هي رقم 3 في شيفت تاني وماتريكس، الاقي كلمة ماتريكس B اللي هي 4، واضغط يساوي يطلع لي ناتج الضرب بتاعي. طبعا لو انا مش شايف من الارقام الصغيرة دي بنزل بالمؤشر بتاعي 15، ده 20، ده سالب ايه 10، وده بيكون الشرح ايه بتاع ضرب مصفوفتين في بعض. بيبقى في اختيارات برضو تانية، زي مثلا لو عايز ديت اللي هو قيمة الايه المحدد، ديت ماتريكس ايه، فبضغط على 7 وباجي شيفت تاني وماتريكس. انا عاوز قيمة المحدد بتاع الماتريكس الاولانية، ليه؟ طبعا ما فيش قيمة المحددة الا 3 في 3 و2 في 2 وهكذا، مصفوفات مربعة يعني. بيضغط على رقم 3 ويساوي كده، احسب لي قيمة المحدد وبتأكد من القيم اللي انا ببقى ايه مطلع. ايضا في لو انا عاوز الماتريكس الانصر، لو انا ضغطت على 6 وقمت قايل يساوي تطلع لي تاني. افرض انا عاوز قيمة المقلوب بتاعها، انا عايز اقلبها مثلا، يعني شفت هتلاقي تي ار ان اللي هو الترانزبوس اللي هو 8، واجي شيفت على ماتريكس تاني. انا عاوز مثلا اقلب المصفوفة بي اللي انا كنت معرفها للآلة الحاسبة، اضغط على رقم 4 واضغط يساوي، يقوم قلبها لي. فعلا كنت مختار 1 وسالب 1 و2، فبلاقيها طبعا ده كان عمود، ده هتلاقيها ايه صف في 3 اعمدة، 1 وسالب 1 وايه و2.